بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية حل مشكلة اللمبة الحمراء في مودام 4G الخاص باتصالات الجزائر. كما تلاحظون، في حالة ما وجدت المودام بهذا الشكل تقوم بتوصيله بجهاز الكمبيوتر. تقوم بكتابة 192 نقطة 168 نقطة 8 نقطة 1. كما تلاحظون تظهر لي هذه الواجهة، يقول لي أدخل بطاقة السيم وأعد تشغيل الجهاز. بطبيعة الحال المشكلة هي عبارة عن أن شريحة السيم الخاصة بالمودام معطلة. سنقوم بتجديد بطاقة السيم ثم نقوم بتركيبها في المودام لرؤية ما إذا سيتم حل المشكلة أو لا. كما تلاحظون سنقوم بتغيير بطاقة السيم الخاصة بالمودام. سأقوم بتركيب أي بطاقة أخرى. كما تلاحظون بعد تركيب بطاقة السيم الأخرى، كما تلاحظون في المودام، المودام يعمل بشكل صحيح. أصبح لون اللمبة خضراء، أي أنها تعمل بشكل صحيح على المودام الخاص بنا لاتصالات الجزائر. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. في حالة ما أعجبك الفيديو تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل اشتراك في القناة في حالة ما كنت قد مشترك. شكرا لكم على المشاهدة.